سيد الوالد صور مع الامبيلانس تجي خير. نعم صور مع الامبيلانس تجي ملاح. ومن خلال منحه شهادة الاستفادة من الحمد لله رب السكن الاجتماعي بلدية بن مهيدي. ونشكر السلطات الولائية ورأسها السيد والي ولاية الطارف والسلطات المحلية رأسها رئيس دائرة بن مهيدي على المجهودات اللي بدلوها باش يوزعوا لنا سكنات في أقرب وقت. اليوم دينا سكنة بفضل ربي سبحانه بفضل السلطات، سنينا والحمد لله جرنا ربي سبحانه. ربي ان شاء الله مبروك علينا والعقوبة للناس اللي مازالت ما ادتش ان شاء الله. اليوم كانت الاستفادة من السكن الحمد لله. اليوم زعما سلمونا المفاتيح، تهنينا، طولنا سنينا بصح فرج علينا ربي الحمد لله. ومباركوا للناس اللي تاني اللي دات معنا على من بلديه بن مهيدي. تسليم المفاتيح ل 1392 عائله ببلديتي الشط وبن مهيدي، تكمله لما تم القيام به سابقا ومواصلة إلى نهاية السنة، ستكون فيه أعداد أخرى وأرقام نعطيها في حينها.